اقول الحب في ام كل سنه وهي طيبه، وان شاء الله من سنه لسنه احسن واحسن باذن الله، والسنه الجايه تلاقوا حاجات احسن من كده وتلاقوا فيه تقدم، والحمد لله رب العالمين كلنا بنعمل يعني اللي فيه الخير. حميد الشاعري مش مجرد فنان عادي، حميد الشاعري احدث بصمه في الاغنيه المصريه، وده صعب جدا يعني اللي احدثه تغيير في الاغنيه المصريه من زمن سيد درويش قد يكونوا ثلاثه او اربعه. عشان حميد الشاعري وعشان نفسي، لانه حميد برضك حيينا. كل سنه ورحاب اف ام طيبه، وكل سنه وكل اذاعه في مصر وكل منبر اعلامي، سواء كان اذاعه صغيره او كبيره او قناه تلفزيونيه صغيره او كبيره او شركه انتاج او اذاعه على النت او اذاعه من تحت بير السلم، اي حاجه اي فن واي اعلام في مصر بقول له يعني كل سنه هم طيبين. نتمنى من رحاب اف ام انها تجمعنا كل سنه كل شهر كل ساعه في الاحتفال الجميل ده الهايل الرائع. أنا جاي مبسوط جدا باحتفال الخامس لنجوم رحاب اف ام، وبحيي حميد على هذا الحفل وهذا المجهود الكبير، وحميد يعني يستاهل كل تقدير من غير بقى ان احنا اصحاب وكده، وانا بحبه حب شخصي كفنان، وكان ليه بصمة كبيرة في عالم الموسيقى المصرية، ويعني وعلى ايديه طلع نجوم كبار. بوابة أخبار اليوم، سعيدة أن أنا معاكم مع بداية السنة. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما للأمام، ويا رب تبقى سنة حلوة على الكل إن شاء الله. أنا يعني بحضر حاجة جديدة إن شاء الله في 2013، هتبقى مفاجأة هتشوفوها قريب. وطبعا زي ما انتوا متعودين كل المهرجانات هنبدأها من الشهر الجاي، هتشوفوا مهرجانات جديدة على قناة النهار مع أحلى النجوم. انتظروني وانتظروا المفاجأة مع بوسي شلبي. كلمينا عنا 30 فبراير، تجربة صعبة جدا عليكي مع فنان زي سامح حسين. هي ما كانتش صعبة ولا حاجة، 30 فبراير كانت حلوة جدا، وكانت أول تجربة ليا في السينما وأنا كنت مبسوطة بيها جدا، وإن شاء الله يا رب في فيلم تاني جاي هنصوره خلال الشهر الجاي ده، برضو بطولة سامح حسين وإخراج معتز التوني. أنا عندي مشروعين بقرا سيناريوهاتهم وان شاء الله باذن، بس احنا ممنوع علينا ان احنا نقول اي خبر عشان خاطري صغير. عشان خاطري صغير. معلش. المسلسل في مسلسل في مسلسلين احنا بنستأنف تصويرهم مره تانية، مسلسل اهل الهوى ده اخراج استاذ عمر عبد العزيز، وكتابه استاذ محفوظ عبد الرحمن، لان الكتابه دي مهمه جدا طبعا، بطوله استاذ فاروق الفيشاوي، استاذ سيد ايمان البحر درويش عشان عامل دور سيد درويش، ودينا وناس كتير جدا يعني كاست هايل، استاذ سمير عبد العزيز، حاجات كتير قوي. الشخصيه فله دي شخصيه من الثلاثينات، ومطربه كلها موضوعها ان هي بتقلد منيره المهديه ونفسها تبقى ربع منيره المهديه.